أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 3 من منهجنا كونكت، والنهاردة هندرس مع بعض لسن 2 اللي عنوانه If we book the tour today, it's cheaper. لو احنا حجزنا الرحلة اليوم أو الجولة اليوم إنها تكون أرخص. وعندنا طبعا كمان درس language focus، يعني درس جرامر. نبدأ مع بعض بقراءة الكلمات credit card، credit card طبعا بطاقة ائتمانية زي اللي في الصورة دي كلها credit cards، بنقدر طبعا نحطها في الـ ATM ونسحب فلوس، أو نقدر نستخدمها في دفع عمليات شراء كتير سواء في السوبر ماركت مثلا أو حتى أونلاين. credit card كمل. social media، سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا لايك فيسبوك لايك تويتر حاجات كتير تانية. تريب رحلة، ادفنتشر مغامرة. تشيبر أرخص في السعر. تور جولة. روتين نظام يومي. ديتيلز تفاصيل. تيبس نصائح. جايد مرشد. سناكس وجبات خفيفة. ستومك ايك ألم في المعدة. ديسكاونت تخفيض. هيلمت خوذة. كامبني شركة. بروبرلي بالشكل صحيح. ستادي دراسة. ويب سايت موقع إلكتروني. عندنا مجموعة من conjugation of verbs تصريف الأفعال، النوع الأول regular verbs اللي بنجيب البست بإضافة الـ ed. lasted يستمر. checked يتحقق. booked يحجز، هنا مش كتاب هنا verb معناه يحجز. concentrated يركز. decided يقرر. النوع التاني من الأفعال الـ irregular verbs اللي البست منها بيكون مختلف عن التصريف الأول، فلازم نحفظها زي ما هي. write down wrote down يدون يكتب يعني في حاجة. catch caught يمسك أو يلحق. paid يدفع. wear wore يرتدي. عندنا مجموعة من الـ important expressions and prepositions، تعبيرات مهمة وحروف جر مهمة. have regular breaks يعني ياخد فترات راحة منتظمة. check it off يعني يزيل من. ride a quad bike يستقل دراجة رباعية. look like in a dictionary يبحث عن كلمة في قاموس. switch off يفصل جهاز. feel proud يشعر بالفخر. turn something down يخفض الصوت. stay safe يعني يبقى آمنا. قلنا قبل كده إن الجداول ديت مفيدة جدا لينا، المفروض نحفظ الجمل دي، هي مأخوذة من الدرس، على دي أقل حاجة ممكن نحفظها من الدرس علشان نقدر نكتب عن الموضوع. النهاردة هنتكلم عن study tips يعني بعض النصايح عن الدراسة. قال لنا أو الجمل دي هنقراها: If you try to study for hours without a break, you can't concentrate. يقول لك إذا أنت حاولت تذاكر لمدة ساعات بدون فترات راحة أو بريك، أنت مش هتقدر تركز. When you have regular breaks, you remember more. يقول لو أنت أخدت فترات راحة منتظمة، أنت هتتذكر اللي أنت ذكرته أكتر. People's brains work better if they have a regular routine. بيقول لنا عقول البشر أو الناس بتشتغل أفضل إذا هما
كان لديهم روتين منتظم. نكمل. طيب عندنا جزء listening، ده دايلوج بيقول لنا listen to Samira's conversation with her with Samir sorry with his dad. How much discount do they get for the quad bike trip today؟ يقول لك استمع إلى الحوار ما بين سمير وباباه وقول لنا إيه كمية الديسكاونت اللي هو التخفيض اللي هم هيحصلوا عليه في رحلة الدرجات الرباعية اليوم. سمير: Dad, here is the information I found online about quad biking in the desert. بيقول له داد هي المعلومات اللي أنا لقيتها أونلاين عن الدرجات الرباعية في الصحراء. داد: Oh, thanks, Samir. Show me. وريني. سمير: The company is called Desert Adventures. الشركة اسمها مغامرات الصحراء. When you look at their website، لما بتدخل أو تشوف الويب سايت بتاعهم، الموقع الإلكتروني، the information is here، المعلومات بتاعتهم هنا. Look، انظر. The tour guide will meet us at the hotel. المرشد السياحي اللي ما هيطلع معاهم يعني هيقابلنا في الفندق. Dad: Okay. What time will he meet us؟ هيقابلنا الساعة كام؟ He'll meet us at 9 a.m. إيه، هيقابلنا 9 صباحا. And he'll drive us into the desert. Why؟ يقود بينا إلى الصحراء. And what time do we get back؟ وهنرجع الساعة كام؟ قالوا we should be back around 2 p.m. حوالي الساعة 2 ظهرا. Lunch is included in the price. الغداء مشتمل في السعر. Should we take some water؟ هل لازم ناخد بعض الماء معنا؟ That yes, good idea، فكرة كويسة. How big is the group؟ الجروب اللي طالع الرحلة دي كام؟ سمير: It'll be a group of 6. قال له من 6 أفراد. I like the photos، قال له أنا حابب الصور. Everyone is wearing helmets، كل الناس لابسين خوذات. That's good، ده حاجة كويسة. You have to wear a helmet if you ride a quad bike، لازم تلبس خوذة لو أنت هتركب دراجة رباعية. How long do we ride the quad bikes for؟ المدة الزمنية قد إيه اللي إحنا هنركب فيها الدراجة الرباعية؟ قالوا one of the trips is 45 minutes. قالوا في بعض الرحلات بتبقى 45 دقيقة، but there is also a trip for an hour. وفي رحلة تانية بتكون ساعة. Can we do the hour tour that؟ قال له ممكن ناخد الرحلة اللي هي مدتها ساعة. That yes of course. This is going to be a lot of fun. الموضوع هيبقى ممتع. Remember to listen to the guide's instructions so that you stay safe. بيقول له تذكر أنك تنصت إلى تعليمات المرشد عشان تبقى آمن. قال له yes I'll that. Good. How do we book the tour if we can't book it on the website؟ يقول له إزاي هنحجز الجولة دي لو إحنا مش هنقدر نحجز على الموقع الإلكتروني؟ قال له we can book it at the office in town، في مكتبهم في المدينة. If we book the tour today، لو إحنا حجزنا النهاردة، it's cheaper، التكلفة تكون أرخص. We get a 10% discount، هنحصل على تخفيض 10%. Dad: Great. Can you pass me my wallet؟ ممكن تناولني محفظتي؟ I need my credit card to pay for the tickets. أنا محتاج الكريدت كارد عشان أدفع تمن التذاكر. Let's go to the office now. خلينا نروح للمكتب دلوقتي. Sure, Dad. Here you are. تفضل يا أبي. لما عندنا listening كمان
في هنا narrator 1 ده حوار ما بين حازم and mom. Mom, there is a problem with the freezer. It isn't working. في مشكلة في المجمد أو الفريزر مش بيشتغل. Mom, the freezer doesn't work if you don't close the door properly. تقول له الفريزر مش بيشتغل لو أنت ما قفلتش باب الفريزر بشكل صحيح. حوار تاني ما بين ليلى and teacher. ليلى, Mrs. Manal, can we use pencils in the test? نقدر نستخدم القلم الرصاص في الامتحان؟ قالت لها no sorry you can't. Tell me now if you don't have a black pen. قولي لي دلوقتي لو انتي مش معاكي قلم اسود. Narrative 3 ما بين كريم and شريف. What does this word mean, شريف؟ الكلمة دي معناها ايه يا شريف؟ قال له I don't know. Look it up in a dictionary. بيقول له ابحث عنها في قاموس. If you don't know a word, لو انت ما بتعرفش او ما تعرفش معنى الكلمة. Narrator 4 ما بين Dad and Rana. Please turn the music down, Rana. What is صوت الموسيقى يا رنا؟ It's too loud. إنها عالية أكثر من اللازم. But Dad, I can't study if it's too low. معرفش أذاكر يا داد لو كانت الموسيقى صوتها واطي. Narrator 5 ما بين سليم and داليا. What happens if you block a person on social media? إيه اللي بيحصل لو أنت عملت بلوك لشخص على مواقع التواصل الاجتماعي؟ You don't get any messages from them. بيقول لنا مش هتحصل على أي رسائل منه. عندنا كمان dialogue between different characters. هانا, هاي, my name's Hannah. I get up every day at 6 o'clock. بصحى كل يوم الساعة 6. I have breakfast with my family at 6:30 in the morning. بتناول الفطار مع عائلتي الساعة 6:30 صباحا. I go to the library on Saturday. بروح المكتبة يوم السبت. And I play sports on Sunday. وبلعب رياضات يوم الأحد. I do homework on Tuesday. بعمل واجباتي يوم الثلاثاء. شخص تاني يتكلم, يوسف. Hi, I am Yusuf. I get up every day at 7 o'clock. I have breakfast with my grandparents at 7:30 in the morning. بتناول فطار مع جدي وجدتي الساعة 7:30 صباحا. I don't go to the library, but I play sports on Saturday. أنا ما بروحش المكتبة ولكني بلعب رياضة في يوم السبت. I do homework on Thursday. بعمل واجباتي يوم الخميس. Maggie. Hello, my name's Maggie. I get up every day at 6:30 and I have breakfast with my family at 7 o'clock. I go to the library on Sunday in the afternoon. بروح المكتبة يوم الأحد بعد الظهر. I don't play sports, مش بلعب رياضة. I do homework on Monday and Wednesday. بعمل واجباتي الاثنين والأربعة. شخصية كمان نادر. Hi, I am Nadir. I get up every day at 8 o'clock. I have breakfast with my sister at 8:15, sorry. And then we go to school. بروح المدرسة. ازاي؟ 8 وربع لسه كده المواعيد دي مش مظبوطة. I don't go to the library because I have a lot of books at home. ما بروحش المكتبة عشان عندي كتب كتير في البيت. I play sports on Wednesday. I do homework every day. طيب بيدينا هنا في التكست ده بعض النصايح للدراسة واحنا بنذاكر. بيقول لنا study tips. Study for about 30 minutes. ذاكر لمدة 30 دقيقة. But no longer. ما تكونش أطول من كده. If you try to study 4 hours without a break, لو انت حاولت تذاكر لمدة ساعات بدون راحة, you can't concentrate, مش هتقدر تركز. When you have regular breaks, لما يبقى عندك breaks أو استراحات
منتظمة. You remember more، هتفتكر أكتر. It's also better to study at the same time each day، من الأفضل إن أنت تذاكر كل يوم في نفس الوقت، يعني تحدد وقت معين للمذاكرة. Even on Fridays and Saturdays، حتى تحافظ على نفس الميعاد في يوم الجمعة ويوم السبت. People's brains work better if they have a regular routine، ولنا عقل الناس بيشتغل بشكل أفضل لو إحنا عندنا روتين منتظم. Also don't study when you are hungry، ما تذاكرش وأنت جعان. If you eat a healthy meal at lunch time، لو أكلت وجبة صحية في وقت الغداء، you can work better in the afternoon، تقدر تذاكر بعد الظهر بشكل كويس. It's helpful if you write down a list of what you want to do each time you study، من المفيد إنك أنت تكتب لستة من الحاجات اللي أنت عايز تعملها في وقت المذاكرة، يعني بتحدد مثلا هذاكر إنجليش، هذاكر ماث، حاجات كده، أو هذاكر إيه معين في كل مادة، فده هيساعدك على الإنجاز. Then you can check it off the list when you finish studying and feel proud، وكل ما تعمل حاجة من الليستة دي تعلم عليها أو تشطبها. وطبعا ده هيخليك تركز كويس أوي وتشعر كمان بالفخر إن أنت أنجزت. طيب دلوقتي هنبدأ في جزء الجرامر أو اللانجوج فوكس. النهاردة هنتعلم إزاي نعرف نعمل جملة بإف الشرطية في الحالة الصفرية، بيقولنا clauses with if أو when. بنستخدم بيقولنا we use clauses with if or when plus present tense verbs or a modal verb like can to talk about facts or things that are usually true. يعني بيقول لنا بنستخدم مع العبارة اللي فيها إف أو الكلوز اللي فيها إف أو وين، بيجي بعدها يا إما جملة في البريزنت سيمبل أو جملة فيها مودال فيرب زي كان كده، يعني فعل ناقص زي كان. وطبعا ده بنستخدمه عشان نعبر عن حقائق وحاجات غالبا بتكون حقيقية. طيب التكوين بتاعنا بيبقى عامل إزاي؟ في الجملة الخبرية المثبتة بنبدأ بالرابط اللي هو if أو when في الأول، وبعد كده الجملة الأولى بتبقى في present simple كوما، والجملة التانية في present simple أو ممكن تبقى can plus infinitive. تعالوا نشوف الأمثلة. If you look at the website كوما the information is here. طبعا present simple احنا عارفين إن الزمن ده بيبقى الفيرب بتاعنا شكله في المصدر أو مصدر منضاف له S or ES or IES، ده في حالة لو كان الفاعل بتاع الجملة he or she or it. طيب طبعا هنا شايفين الجملة التانية برضو في البريزنت سيمبل، بس الفيرب بتاعنا هنا فيرب تو بي شكله S. مثال تاني، when you pass me my wallet، لما تناولني محفظتي، I can pay for the tickets now، أنا سأكون قادر إني أدفع التذكرة الآن. كمل. بيقول لنا شوية نوتس كده، بيقول لنا the clause with if can come at the start of the sentence or at the end. الجملة اللي if أو when جزء منها أقدر أحطها في أول الجملة الكبيرة أو أقدر أحطها في النص التاني، زي هنا كده بيقول لنا بس خد بالك when it comes first، لو if جت في الأول طبعا إحنا بنفصل we separate the two clauses with a comma، زي المثال هنا يعني. If you press the button، شايفين ده الجملة اللي فيها if هي جاية في الأول عشان كده حطينا الكوما، the tablet switches off، التابلت بينطفي. طيب في المثال التاني بدأنا بالجملة التانية وحطينا جملة if في الآخر، بس في الحالة دي ما بنحتاجش كوما لأن اف أصلا موجودة هنا وهي بتفصل ما بين الجزئين أو الـ two clauses. The tablet switches off it, switches off if you press this button.
طيب التركيب أو الفورميشن بتاعتنا في حالة السؤال، غالبا السؤال بيتم عمله من الجملة التانية مش الجملة اللي فيها إف، عشان كده دايما هنلاقي إف بالجملة بتاعتها في آخر السؤال. عشان كده هنا بيقول لنا هنضطر نجيب دو أو داس لو كانت جملتي مضارع بسيط، أو هنجيب كان لو كانت الجملة التانية فيها كان ومصدر، بعد كده السبجكت الفاعل، وبعد كده الانفينيتيف مصدر الفعل، وبعد كده بنجيب الجملة التانية اللي فيها اف زي ما هي. هنا مثال: Do plants die؟ هل النباتات بتموت؟ if or when we don't water them، لما احنا مش بنسقيهم. طبعا ده سؤال يس ولا نو، بجاوب yes طب وعوض عن plants بذي، يبقى yes they do or no they don't. طب المثال التاني هنا في can: Can you tell me if or when you need anything؟ ممكن تقول لي أو هل تستطيع أن تخبرني لو أنت احتجت حاجة؟ طبعا في السؤال ده بجاوب yes I can or no I can't. ندينا مثال تاني: Does your aunt always make cake when you visit her؟ هل عمتك دايما بتعمل كيك لما بتزورها؟ طيب لو احنا هنعمل سؤال النوع التاني اللي هو سؤال ال WH question، سؤال بكلمة الاستفهام، ببدأ بال question word وبعد كده برضو بجيب do أو does أو can، وبعد كده ال subject، وبعد كده ال verb في ال infinitive، بعد كده if بالجملة بتاعتها اللي هي بتبقى في ال present simple. مثال: How can we get to Giza؟ كيف نستطيع أن نصل إلى الجيزة if we miss the bus؟ لو احنا فوتنا الأتوبيس. مثال تاني: Where does she go when she has a vacation؟ أين هي تذهب عندما يكون لديها أجازة؟ نوت، لاحظ in questions the close with if، الجملة اللي هي if جزء منها usually comes at the end، زي ما قلنا دايما بتيجي في آخر الجملة أو في آخر السؤال. تمام، تعالوا نحل مع بعض الجزء على قاعدة F ديت. نبدأ مع بعض، ثواني أحدد القلم. تمام، number one: if you heat ice، إذا أنت سخنت التلج it، طبعا الجملة التانية كده تبقى present simple هي كمان، it لازم الفيرب في s يبقى melts يذوب. When she too much cake she gets a stomach ache، إذا هي أو عندما هي تأكل كعك أكتر من اللازم أو كيك أكتر من اللازم بيجي لها أو بيحصل لها ألم بالمعدة. طبعا يبقى هنا present simple she تبقى eats. Number three: if the music is too loud، لو الموسيقى أعلى من اللازم I study، I إيه؟ أكيد الوحيدة اللي تنفع I can't، مش هقدر أذاكر. clear and go down. ماشي نكمل. number four: if you try to study for many hours، لو أنت حاولت تذاكر لمدة ساعات أكتر you can't، مش هتقدر إيه، you can't بيجي وراها فعل في المصدر، you can't concentrate. number five: people's brains، عقول الناس better if they have a regular routine، إذا كان عندهم روتين منتظم. يبقى people's brains work، طبعا جبنا work لأن هنا subject جمع فلازم يكون في الverb في المصدر. it's helpful if you، إنه شيء مساعد أو مفيد if you down what you want to do، you تاخد طبعا فعل في الinfinitive if you write. number seven: if you don't know a word، لو انت مش عارف كلمة
You can be جرى مصدر، يبقى you can look it up in a dictionary. Clear. And go down. Number 8. Number 8. the freezer work if you don't close the door properly. ده سؤال، تفتكر the freezer يبقى ايه؟ بنجيب ايه عشان يساعدنا في عمل السؤال؟ أكيد بما إن freezer ده اسم مفرد يبقى does the freezer work if you don't close the door properly. تمام، clear. خلونا نكمل. الجزء التاني ده اللي بيطلب مننا complete the sentence with the correct form of the word. الكلمة دي طبعا أو الفعل ده شكله كده غلط، المفروض بنصححه ونكتبه في الفراغ. نكمل، عندنا لسه جزء في الجرامر. بيقول لنا the prepositions of time، حروف الجر الخاصة بالوقت. بيقول لنا we use prepositions of time اللي هي at, on, and in، 3 حروف الجر دول to say when something happened، لما بنيجي نتكلم عن الحاجة حصلت أو بتحصل إمتى. تعال نشوف أول حرف اللي هو at، دي استخداماته طبعا لازم تتحفظ. We use at with، بنستخدم at إمتى؟ يقول لنا مع التايمز، مع الأوقات، أو يقصد مع تاني مع الساعة. بيقول لنا the first lesson begins at 8 o'clock، الحصة الأولى أو الدرس الأول بيبدأ الساعة 8، يبقى أي ساعة بنحط قبلها at. كمان بيقول لنا with these phrases، مع العبارات دي at night، at midday منتصف النهار، at noon وقت الظهيرة، at midnight منتصف الليل، at lunch time وقت الغداء. حرف الجر التاني اللي هو on، بنستخدمه before days of the week، قبل أيام الأسبوع. I'll see you on Tuesday. Before specific dates، قبل التواريخ المحددة، يعني يكون تاريخ كامل يوم وشهر. بيقول لنا the final exam is on June 29th، في يوم كذا. كمان بنستخدم on مع الـ special days or occasions، مناسبات وأيام خاصة، زي مثلا I'll get many presents on my birthday. الـ birthday ده طبعا مناسبة خاصة يبقى on. With these phrases، مع العبارات دي on holiday، on the weekend، on a sunny day، okay، on time في الوقت المحدد، on school days في أيام الدراسة. حرف الجر التالت اللي هو إن، بيقول لنا we use an إمتى؟ with seasons، مع فصول السنة، months شهور، and years زي هنا كده spring summer winter autumn January March September 2012 1989 2000 2019، يبقى فصول شهور سنوات. إيه كمان بيقول لنا؟ مثلا for example in summer I go to the beach. كمان الاستخدام بيقول لنا with parts of the day، أجزاء اليوم اللي هي أو فترات اليوم، in the morning in the afternoon for example، طبعا in the evening كمان، in the morning I always run for 30 minutes. ده الجرامر بتاعنا، عندنا باب كويس كده نحل عليه. اوكي choose. Number 1. We celebrate Sham Nisim Spring. أنهي حرف جر بيجي مع فصول السنة؟ أكيد إن. Let's meet outside the school. خلينا نتقابل بره المدرسة 10:30 a.m.
قلنا الساعة بيجي قبلها ات. I have a party my birthday، مناسبة خاصة on. What did you do the weekend؟ برضو weekend بتاخد on. I like to watch my favorite program lunch time، وقت الغداء بياخد ات. Okay, clear. نكمل الاكسرسايز التاني ده، بنصلحها في الجر المكتوب بالمناسب أكتر. وطبعا عندنا البيج ديت دي جنرال اكسرسايز اون ليسن 2، هتتحل في الهوم ورك، وهنعمل تشيك لها في اللايف سيشن مع بعض. وعندنا بيج كمان بعدها، نو سوري، دي آخر بيج. وبكده انت درسنا النهاردة، أتمنى يكون كان سهل، هو كان طويل شوية معلش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديوهات عشان أصدقائك يستفادوا. كان معكم مستر محمد سيف، وأشوفكم في درس جديد وسلام.